حماية البيئة مسؤولية الشباب من التحديات الراهنة للمجتمع المغربي، وفهم ما ينتظرنا هو تحدي لنا جميعا. مرحبا. لقد أصبح ملف البيئة يشغل الشباب المغربي قبل الكبار، وباتوا حريصين عليها لتوعية المجتمع بهذا الشأن والالتحاق بالتخصصات الأكاديمية المعنية وإجراء البحوث والدراسات التي تعالج المشكلات البيئية ووضع الحلول والتوصيات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك بهدف الحفاظ على العالم الذي سيعيشون فيه وضمان مستقبل بيئي أفضل لهم وللأجيال اللاحقة. ولمعرفة دور الشباب الحقيقي والملموس في الحفاظ على البيئة، فأي دور اليوم للشباب في الحفاظ على المنظومة البيئية؟ سؤال نضعه في دائرة الضوء مرفقة ضيوفي الكرام. وأرحب معنا بالدكتور عبد العالي الطاهري، إعلامي وخبير في البيئة والتغيرات المناخية. صباح الخير دكتور عبد العالي. صباح النور أستاذة خديجة، وتحياتي لكم من خلال طاقم ميديا تي في والمشاهدين الكرام. مرحبا. كما تنضم إلينا الأستاذة لباب الخراز، خبيرة في الحوكمة المناخية وعضوة المجتمع المدني المغربي للبرلمان المنفتح. صباح الخير سيدتي ومرحبا. صباح النور وشكرا على الاستضافة. مرحبا نورتيني. طيب أبدأ معكم دكتور طاهري، ربما نتساءل جميعنا أي دور للشباب المغربي في الحفاظ على المنظومة البيئية؟ فكما تعلمون مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قد ثمنت تعبئة الشباب المغربي في قضايا البيئة والتنمية والمناخ، مبرزة أن هذه الخطة قد تمثل جزءا من جهد وطني لمحاربة تغير المناخ. من هذا المنطلق، كيف ترون دور الشباب المغربي في هذا الصدد؟ أولا أحييكم على هذا الاختيار، وهي تيمة وازنة وذات رهينية كبرى، خاصة أن الشباب يعتبر الرأسمال الأساس والمفصلي، ونتحدث عن شباب مؤهل علميا وتقنيا وأكاديميا وميدانيا، وأيضا مؤهل على المستوى المدني في ارتباطه بتكوينه داخل المجتمع المدني. الأكيد أن الأمم المتحدة وكما تعلمون لديها 17 هدفا وضعتها كأهداف للتنمية المستدامة، وهي أهداف كبرى تصب جميعها وتمر جميعها عبر الحفاظ على المنظومة البيئية والإيكولوجية. وبالعودة لسؤالكم، يجب التأكيد أنه وبارتباطه بالشأن البيئي وجميع مجالات التنمية المستدامة، يبقى الشباب ذو دور رئيسي ومفصلي، خاصة في الشقين المتعلقين بالبحث العلمي وكذا الابتكار التكنولوجي. هذا علاوة على المبادرات المدنية المرتبطة بالمجتمع المدني التي أصبح ينشطها ويفعلها ميدانيا، يعني يفعلها الشباب في كل ما يرتبط بالحفاظ على المنظومة البيئية، وأيضا المساهمة الفاعلة والفعالة في تنزيل جميع مخرجات وقرارات القمم المناخية. وتعلمون أيضا أن المجتمع المدني ممثل أساسا في الشباب، أصبح له وزن على مستوى المشاركة في القمم المناخية لكوب، وكلمته مسموعة وتقريره مسموعة، ويساهم في إصدار المخرجات والتقارير والتوصيات التي تعتبر خلاصة هذه القمم التي تحاول ما أمكن إخراج كوكب الأرض من دائرة التلوث البيئي ومحاولة محاربة جميع تبعات التغيرات المناخية السلبية. إذن الشباب المغربي أيضا وفي هذا الإطار أصبح له باع كبير، وتمكن من عقد مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، وله بصمة وازنة وفاعلة في هذا الإطار، ودوره لا يقل بل يتمن العمل الحكومي ممثلا بالأساس في الوزارة الوصية، ونخص بالذكر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. طيب أستاذ لبابا، يعني ما هي أبرز قيم ومبادئ التنشئة البيئية؟ هل يتم تقريرها في المقررة الدراسية التعليمية في المدارس والمؤسسات؟ إذا التنشئة البيئية هي يعني تعتبر رهان أفق من أجل تحقيق يعني مستقبل مستدام وتحقيق الأهداف المسطرة، الأهداف 17 لتحقيق التنمية المستدامة. إذا التنشئة البيئية هي مدخل من أجل تبني قيم ومبادئ بيئية ومستدامة. هذه التنشئة تعمل على توعية ونشر ثقافة بين الأجيال وبين الأفراد من أجل الحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الوعي البيئي
الإشكالية ديال التغيرات المناخية بين الأجيال، وكيف أن الأجيال الحالية أو القادمة تكون يعني أجيال مسؤولة بيئيا ومناخيا. إذا هي القيم وهذه المبادئ تنبني على عدة محاور. هذه المحاور هي المسؤولية البيئية والمسؤولية على الأساس المسؤولية المواطنة، يعني إحنا كأفراد وكمواطنين يعني ستكون عندنا واحد المسؤولية تجاه الموارد ديالنا البيئية والحفاظ على البيئة في ظل هذه الإشكالية ديال التغيرات المناخية. كذلك المبدأ ديال الاستدامة، أن جميع يعني جميع جميع يعني جميع الطموحات الآن وجميع الأعمال يعني تكون مبنية على هدف مبدأ الاستدامة. كذلك تشجيع العمل الجماعي بين الناشئة وبين الأفراد وبين الشباب، وتحفيز العمل الجمعوي من أجل نشر الثقافة البيئية والحفاظ على البيئة، وهذا كل ينصب في تحقيق عدالة بيئية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، ومن أجل وتبني يعني كما قلت أستاذة تبني قيم ومبادئ. كما عرفنا الآن يعني المغرب يمر من عدة إشكاليات ديال التغيرات المناخية، خصوصا ندرة المياه، وهذه الإشكالية ديال ندرة المياه من أجل التصدي لها يجب علينا كأفراد ومواطنين أن تكون لنا مسؤولية، وهذه المسؤولية لا يمكن أن تكون من غير واحد التنشئة واحد الوعي واحد الثقافة بيئية. طيب أستاذة لبابة، أنت يعني تشتغلين في هذا المجال في الحوكمة المناخية وأيضا عضوة في المجتمع المدني للبرلمان المنفتح، يعني إلى أي حد ربما الشباب اليوم هو منخرط في هذه القضايا البيئية الوطنية؟ إلى أي حد؟ إذا إشراك الشباب الآن هو ضروري من أجل يعني تحقيق مستقبل مستدام، ويكون عندنا واحد السياسات عمومية، سياسات قوية مبنية على سياسات يعني صنعت في إطار تشاركي. إذا أنا سأختار أن أتكلم في إطار الوجه بالحكومات المنفتحة. إذا الحكومات المنفتحة هي تركز على إشكالية التغير المناخي، هذه إشكالية التغير المناخي يعني جعلتها هي إشكالية الجميع، وضرورة إشراك الشباب، إشراك النساء، إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل صنع سياسات مناخية سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني. وهذه المشاركة المواطنة هي مبنية على مؤشرات، يعني تتبع المؤشرات على المستوى الوطني، على المستوى المحلي، وكذلك على المستوى الدولي، لتتبع يعني كيف يشتغل بلدنا المغرب على إشراك المواطنين من أجل صناعة السياسات العمومية، واللي هي فعلا هي حق، وكذلك حق دستوري منصوص عليه في الدستور في إطار الحكامة الجيدة. تمام. طيب دكتور طاهري، يعني توجه المملكة اليوم نحو ترسيخ قيم ومبادئ التنشئة البيئية كأساس مرجعي، ما هي الآليات المتاحة اليوم لتكوين شباب مندمج وفاعل على المستوى الأيكولوجي؟ أستاذ عبد العلي، هل أنت معي؟ أولا قلت المغرب تبنى برنامجا رسميا في إطار شراكة مع مؤسسة التربية البيئية، وهي مؤسسة دولية يتمثل في المدارس الإيكولوجية، وهو البرنامج الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ سنة 2006. هذا البرنامج اعتبر ويعتبر لحد الآن اللبنة الأساس واللبنة المرجعية لتكوين تلاميذ وشباب يعتبرون المرجع الأساسي لحمل مشعل الحفاظ على المنظومة البيئية والاهتمام بكل ما هو مناخي، والتركيز في إطار البحث العلمي وفي إطار التخصصات العلمية على المجالات الطاقية والمجالات المناخية. اليوم تعلمون أن هناك مجموعة من التكوينات العلمية على مستوى التعليم العالي، على مستوى سلك الإجازة وسلك الماستر والدكتوراه، أصبحت تهتم بالطاقة المتجددة، بالتنمية المستدامة، بالبيئة، بالحكامة البيئية والتشريع البيئي. إذن المغرب انخرط جديا في هذا التوجه، إيمانا منه أن البحث العلمي والابتكار والاعتماد على الشباب أولا على مستوى التنشئة الاجتماعية في ارتباطها بالمحيط العائلي والمحيط الاجتماعي، وأيضا التكوين داخل المؤسسة التعليمية يعتبر أهم الآليات وأهم الدعمات من أجل تكوين شباب واعي بأهمية القضايا البيئية، واعي بأن المستقبل، كل المستقبل
هو الحفاظ على المنظومة البيئية، لأنه كما أقول دائما إذا كانت الحقوق الثلاث الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها الإنسان وتدافع عليها جميع الدساتير والعهود والمواثيق الدولية التي تتمثل في الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الشغل هي مفصلية، لكن هناك حق هو سيد الحقوق بل هو حق مرجعي لا تتحقق معه هذه الحقوق الثلاث إلا في حال تنزيله، ألا هو الحق في بيئة سليمة ومتوازنة. المغرب اليوم صراحة وبعيدا عن الشعارات في إطار أجراء وفي إطار مجموعة من المشاريع والبرامج التي يشرف عليها صاحب الجلالة شخصيا، وآخرها ليس ترتيبا ولكن أولوية هو الخطاب الملكي السامي الأخير الذي أكد على ضرورة انخراط الجميع باعتبار المسألة مسألة مسؤولية مشتركة في الحفاظ على ثروة هامة ألا وهي الثروة المائية. وعندما نتحدث عن الماء فنتحدث عن الأمن المائي، والأمن المائي بدرجة مباشرة يعطينا الأمن الغذائي والأمن الصحي، وهي أحد أهم مكونات الحفاظ على البنية المناخية والبنية البيئية. بالعودة وتحديدا على سؤالكم المهم والوازن والراهني، الشباب المغربي اليوم شباب واعي ليس فقط على مستوى تكوينه داخل المجتمع المدني، ولكن واعي على مستوى تكوينه العلمي، على مستوى تكوينه التقني، على مستوى انخراطه الجاد والمسؤول في إطار تطوعي أولا وفي إطار تخصصات علمية ثانيا، بأن الحفاظ على التوازنات البيئية، الحفاظ على كوكب الأرض، الالتزام بالمخرجات والتقارير الدولية والوطنية هو خيار إنساني ليس بعده أو معه خيار آخر، وبالتالي التزامنا جميعا بجميع توجهاتنا وفي مقدمتنا الشباب يعتبر الأساس للحفاظ على هذه البيئة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة 17 للتنمية المستدامة. وأؤكد على مسألة أشارت لها الأستاذة لبابا مشكورة على أن المغرب اليوم لم يطلق مشاريع عبثا بل وضع إطارا تشريعيا، والدستور المغربي اليوم لم يخصص فقط يعني فصل واحد أو مادة واحدة، الدستور المغربي ل 2011 خصص بابا متكاملا للبيئة والتنمية المستدامة علاوة على مبدأ دستوري مهم يعطي للمجتمع المدني يعني موطئ قدم وازن. نتحدث عن مبدأ الشراكة في العمل وأخذ المبادرات والمساهمة في أخذ القرارات السياسية وصياغة السياسة العمومية. طيب سدى لبابا، يعني عطر على ما تفضل به الدكتور عبد العلي الطاهري، ما هي التصورات الممكنة اليوم لتعزيز أدوار الشباب وأسطر على أدوار الشباب في صياغة المبادرات البيئية ووضع السياسة العمومية ذات الصلة؟ إذن اليوم إشراك الشباب هو ضرورة من أجل وضع سياسات عمومية قوية. إذن بالنسبة للتصورات، يعني على إثر ما جاء به الخطاب الملكي لصاحب الجلالة نصره الله الأخير حول إشكالية ندرة المياه، إذن كما تفضل صديقي السيد الطاهري أن يعني المسؤولية الآن مسؤولية البيئية، مسؤولية المناخية، مسؤولية إشكالية الماء هي مسؤولية الجميع، ولابد من الجميع في المشاركة في هذا التحدي من خلال إشراك الشباب، تشجيع الشباب، العمل المناخي والبيئي للشباب وتمكينهم، وأركز على تمكين الشباب على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني في صنع السياسات العمومية. ونأمل أن يكون يعني هذا الإشراك في الأفق وفي المستقبل هو إشراك يعني فعلي في إعداد وكذلك وفي تقييم لما لا تقييم هذه السياسات العمومية، وكذلك إشراك المجتمع المدني أن يكون له صوت قوي في صنع هذه السياسات العمومية، لأننا نعلم أن المجتمع المدني الذي يعني المجتمع المدني نساء شباب وكذلك أطفال الآن تشتغل في العمل البيئي والعمل المناخي، لما لا يكون لها صوت يعني مسموع في السياسات العمومية المناخية والبيئية، لأنهم الأدرى بالواقع والأدرى بالعمل يعني اليومي مع الفئات ديال المواطنين. ونأمل أنا دائما كنقول نأمل أن يكون يعني إشراك فعلي في المستقبل، وهذا ما نص عليه الآن حتى في شعار الكوب 29 يعني الكوب القادمة، هو السياسات المناخية وشفافية السياسات المناخية، ولتحقيق هذا مبدأ الشفافية ديال السياسات المناخية الذي يندرج في إطار كذلك الحكمة الجيدة لابد من إشراك جميع المواطنين والمواطنات النساء وشباب في صنع السياسات العمومية.
تمام. طيب دكتور الطاهري، سأتحول لتخصصك آخر والقبعة الأخرى ذات علاقة بالإعلام. ماذا عن التكوين الإعلامي للشباب فيما يخص المجال الأيكولوجي والبيئي؟ هل لنا ما يكفي من إعلاميين متخصصين في البيئة؟ أستاذة خديجة، وجبت الإشارة، وكما تعلمين أنا شخصيا عدو بلا مقولت أنا لا أتحدث لغة الأنا، لكن المناسبة شرط في مجموعتنا اللي كتشتغل في كل ما هو مجتمع مدني إيكولوجي مروكن تكنولوجي، كنا السباقين سنة 2019 لإطلاق أول برنامج نعم بتخصص ومرجعية إعلامية بيئية، وهو مروكن إيكولوجي ميديا. وهذا البرنامج من أهدافه ومنذ أول دورة تكوينية وأول حدث نعم كان الهدف هو تكوين نخبة من الصحفيات والصحفيين المهنيين والمهنيات في تخصص الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية والحكمة البيئية والتشريع البيئي وتغطية القمم المناخية واستيعاب وتحليل وقراءة مخرجات وتوصيات وتقارير هذه القمم المناخية. وهو ما كاننا أقول ما أمكننا بعد العديد من الدورات التكوينية ولله الحمد وعقد شراكة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية من تكوين نخبة من الصحفيات والصحفيين الذين أصبحوا اليوم يمتلكون أدوات علمية وتقنية تمكنهم من معالجة مادة إعلامية ذات ارتباط بالشأن البيئي أو الطاقي أو المناخي معالجة سليمة. حتى الأمس القريب كان الصحفي عندما يريد أن يجري حوارا صحفيا أو تغطية إعلامية أو إعداد تقرير أو روبورتاج يكون أمام تخصص علمي تقني لا يمتلك أدواته، وبالتالي يصعب عليه تبسيط الخطاب للتواصل مع الرأي العام باعتباره وسيط بين الجهة أو المؤسسة أو الوزارة المعنية بهذه المادة الإعلامية والرأي العام الذي يحتاج إلى تنوير حول القضية موضوع الشأن البيئي أو الشأن المناخي. اليوم نتوفر ولله الحمد على مجموعة من الإعلاميات والإعلاميين المتخصصين في هذا الشأن، وأصبحوا بدورهم يقومون بتأطير التلاميذ والشباب والطلبة في إطار عمل تطوعي ومساهمة منهم في خلق مزيد من التنوير، لأن كما تعلمون عندما يكون هناك مشكل بيئي أو قضية بيئية أو طاقية أو مناخية هدف الإعلامي المستقل الموضوعي ليس هو التشهير بل هو التنوير، وليس هو الفضح بل هو الكشف، لأن أهم يعنينا هو تبسيط القراءة تبسيط المادة الإعلامية للرأي العام وأيضا إشراك هذا الرأي العام من باب التوعية من باب التأطير من باب إيمان المملكة وعلى رأسها جلالة الملك نصره الله بأن المواطن هو الحجر الأساس في أي سياسة عمومية. ونتحدث اليوم عن سياسة عمومية في قطاع ومجال مفصلي حيوي يشغل الإنسان على المستوى الكوني في جميع بقاع الأرض. نتحدث عن الشأن المناخي لأن كما تعلمين اليوم وهذه مناسبة والمناسبة شرط، المغرب مثلا وكان مدرج يعاني إلى حدود اليوم تقريبا من 6 سنوات من الجفاف، وما أدخل المغرب في مرحلة إيجاد مائي وندرة مائية وهو ما أثر على المنظومة الاقتصادية خاصة على أهم شق في هذه المنظومة ألا وهو الفلاحة. وبالتالي كانت التوجهات الملكية في هذا الإطار هو توجيه خطاب مباشر إلى المواطن على اعتباره الأحد الحجر الأساس وباعتباره اللبنة الأم في الخروج من هذه الأزمة، وضرورة الحفاظ على هذه الثروة والاقتصاد فيها والتعامل معها بترشيد وحكمة حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة. الخلاصة أن هذه المسؤولية وأقولها دائما هي مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية فقط الفاعل الحكومي أو الفاعل المدني أو المؤسسة التعليمية، هي مسؤولية مشتركة يجب أن ننخرط فيها كل من موقعه كل حسب قدرته وجهده للخروج بمنظومتنا البيئية عفوا من نفق التأثر المناخي من نفق الاختلالات البيئية إلى منظومة بيئية سليمة متوازنة تمكن المواطن المغربي من العيش في سلام في صحة جيدة، تحقيق الأمن المائي تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الأمن الصحي. والشباب أعود وأقولها هو الأساس في هذه الأهداف والرأسمال
البشري الأهم للوصول لتحقيق هذه الأهداف في بعدها الوطني والدولي. على ما يبدو أن التعليم هو المفتاح، وأستاذ لبابا يعني التعليم يمكن أن يجعل المستقبل أكثر خضرة لتشجيع الشباب المغربي على تعلم مهارات جديدة ذات بعد بيئي، هل من مبادرات تعليمية قد ترسخ لهذه الثقافة وبالتالي الشباب ينخرط بكل سيابية في هذه المبادرات الجمعوية أو في المؤسسات التعليمية والجامعية أيضا؟ نعم، التعليم كما ذكرت أستاذة خديجة هو المفتاح من أجل تبني يعني واحد سلوكيات بيئية تجاه البيئة والحفاظ على الموارد البيئية. كما نعلم في المدرسة المغربية يعني مقررات على المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي تضم يعني تضم مواضيع بيئية، مواضيع مناخية من أجل توعية الأطفال وتوعية التلاميذ بأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك نشر ثقافة الإشكالية الآن حتى ديال التغيرات المناخية على مستوى المدرسة العمومية. وكذلك كمبادرة يعني فعلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة هي طبعا التشجيع على النوادي البيئية على مستوى المؤسسات التعليمية من أجل العمل البيئي بين الطلاب وبين التلاميذ. إذا كذلك هناك مبادرة ديال التعليم الأخضر التي هي مبادرة ديال اليونسكو التي تم إطلاقها في كوب 28. إذا هذه مبادرة التعليم الأخضر هي هدفها يعني إدماج البعد البيئي في المقررات التعليمية، كذلك توعية الطلاب يعني برامج توعوية مثل إعادة التدوير، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، وكذلك الطاقة والزراعة المستدامة، تشجيع المبادرات المدرسية، وكذلك الشراكات والتعاون أن يعني يكون يعني تعاون بين الحكومات من أجل يعني تنزيل على أرض الواقع وتبني هذا التعليم الأخضر. وهذا التعليم الأخضر هو طريق يعني ومسار نحو جيل مستقبل، جيل مبتكر، جيل مسؤول تجاه البيئة وتجاه التغيرات المناخية، هو ما نص عليه الخطاب الأخير لصاحب الجلالة أن يكون الشباب المغربي يعني مبتكر في المجال ديال التغيرات المناخية، خاصة إشكالية ديال ندرة المياه. طيب سأختم معكم دكتور عبد علي الطاهري فيما يتعلق بالتحدي اليوم اللي رفعناه في هذه الحلقة، اللي ربما عنونته بحماية البيئة مسؤولية الشباب، كيف يمكن ربما ترسيخ هذه المسؤولية لدى الشباب عبر أي قنوات، مثلا هل في المدارس والمؤسسات، عبر برامج مثلا التلفزيون والإذاعة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي على اختلافها، كيف بأي طريقة حتى ينخرط الشاب المغربي في هكذا قضايا اللي هي وطنية؟ أولا كما أسلفت اليوم لم نعد أمام اختيار، بل هو مسألة مفروضة وتدخل في إطار الواجب الإنساني في بعده الكوني. بالنسبة للشباب المغربي لدينا معادلتين أو آليتين، التنشئة داخل المنظومة الأسرية والعائلية، على مستوى التربية، على القيم البيئية والمبادئ البيئية والإيمان، أقولها دائما بأن الحفاظ على البيئة هي مسؤولية الجميع. ثانيا التنشئة التعليمية والتربوية والتكوين العلمي والأكاديمي والتقني، وهو ما نجح فيه المغرب ولله الحمد اليوم كما قلت منذ إطلاق برنامج المدارس الأكولوجية التي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتنسيق مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية FE. وبالتالي اليوم نتوفر على آليتين مهمتين للخروج بشباب مؤهل، أولا تربويا، علميا، تقنيا، أكاديميا، وبدرجة أهم ميدانيا في إطار تأطير جمعوي. ولله الحمد تتوفر اليوم المنظومة المجتمعية المغربية على العديد من الجمعيات التي يترأسها شباب وشابات يشرفون على إطلاق مجموعة من البرامج، وأيضا تنزيل مقتضيات ومضامين العديد من الاتفاقيات مع هيئات مغربية ودولية، وشاركت أيضا حتى مع الوزارات المعنية، وزارة التربية الوطنية ووزارة التنمية المستدامة وانتقال الطاقة والتنمية المستدامة. إذن نتوفر على جميع التوجهات، لكن أعود يبقى للإعلام دور مفصلي على مستوى مزيد من التوعية، مزيد من التأطير، مزيد من التذكير والإخبار بأن هذه المسؤولية تقع بالأساس على الشباب. لماذا؟ لأن الشباب هو المستقبل، هو
حامل مش على الحفاظ على المنظومة البيئية. ممتاز. وكل حفاظ على ما هو بيئي يبقى مسؤوليتنا جميعا وتحدي لنا. شكرا جميعا. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد العلي الطاهري، إعلامي وخبير في البيئة والتغيرات المناخية. شكرا جزيلا. مرحبا لك. مرحبا. 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 الشكر موصول لكم أسادة لباب الخراس، خبيرة في الحوكمة المناخية وعضوة المجتمع المدني المغربي للبرلمان المنفتح. شكرا على كل ما تفضلت به لبابة. شكرا على الاستضافة. شكرا. مرحبا، نورتيني. شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، وأنا على وعد اللقاء بكم يوم الاثنين وتحدي جديد مع كامل محبتي.